معنا مشاهدينا الكرام هاتفيا من اسطنبول سيد نظير النداوي المحلل السياسي العراقي. مرحبا بك سيد نظير معنا. اذا وسط هذه التحالفات الانتخابيه المعلنه، وول ستريت جورنال هذه الصحيفه الامريكيه اكدت ان الناخبين في العراق لن يحققوا امالهم بالتغيير بحسب تقرير لهذه الصحيفه. هل ترى امكانيه التغيير في العراق عبر هذه العمليه السياسيه؟ حياكم الله وحيا مشاهدي قناتكم الكريمة. يعني حقيقة كيف للناخب العراقي والمواطن العراقي أن يأمل بتغيير أن يحدث في العملية السياسية في العراق، وهو يعني هذه الانتخابات والحكومة المقبلة التي ستخرج إلينا هي نتاج عن هذه العملية الفاسدة التي بدأت من 2003 ولحد الآن. يعني من يعني المؤمل انه ستتكرر الوجوه، نفس الوجوه التي كانت في 2003 لحد الان هي مسيطره على مقاليد الحكم، وهم زعماء الكتل الانتخابيه التي ستشارك في تلك الانتخابات. يعني من البديهي انه ستنتج عنها حكومه هي لا تختلف كثيرا عن الحكومات السابقه. يعني هذا ما أراه، هو يعني ستتبدد كل آمال العراقيين بأنه هل هناك من أمل في تغيير حقيقي عبر هذه العملية الانتخابية يعني إذا ما جرت. حقيقة يعني الناخب لا يجد من يعطيه صوته لكي يأمل بأن يكون هناك يعني تغيير حقيقي. ما زالت القوائم والكتل هي بنيت على أساس طائفي، فبالتأكيد مخرجاتها ستكون هي مثل المخرجات السابقة بل وربما ستكون ألعن. الصحيفة الأمريكية وضعت نفوذ إيران في العراق على رأس الأسباب التي تمنع تغيير المنشود في العراق. ما أهداف إيران برأيك من الإبقاء على النظام الحالي في العراق؟ يعني ببساطة لكل مراقب، يعني والأمر لا يحتاج إلى طول تفكير، بأن الحالة الآن التي يعيشها العراق هي الحالة المثالية بالنسبة لإيران. يعني الآن بلد ضعيف، بلد متصارع، يعاني من حروب داخلية، عملية سياسية فاسدة، الفساد المالي والإداري مستشري في الدولة، هذا هو عين ما تتمناه دولة مثل إيران، وبالتالي أي تغيير نحو الأفضل لا يصب في خدمتها. لذلك هي حريصة جدا على يعني دراسة كيف ستكون مخرجات الانتخابات، فهي من قامت يعني بتشكيل التحالفات، والتحالفات تمت على عينها، والأمر أصبح يعني مفضوح بوسائل الإعلام. يأتي قاسمي ويجمع قادة الكتل ويؤلف التحالفات، وكأنما يعني العراق واحدة من محافظات إيران. بل وصل الأمر أن علي ولايتي عندما زار العراق يقول وبمل فمه وكأنه يهدد بأننا لن نسمح أن يأتي الليبراليون أو الشيوعيون لحكم العراق، وكأنما البلد بلدهم. يعني هذا الأمر فيه استهتار وفيه يعني امتهان لكرامة الشعب العراقي بشكل كامل. يعني ماذا تتوقع أن يكون موقف إيران؟ إذن هل ستؤدي هذه المعطيات على الواقع إلى نتيجة مفادها أن عزوفا شعبيا سيكون هو الرد القاطع على العملية السياسية الحالية؟ اللي نلاحظه في الأشهر الأخيرة هناك أصبح تغيير، بالرغم أنه من 2003 الشعب العراقي بشكل عام هو رافض لهذه العملية ورافض لهذه التدخلات الإيرانية، لكن الذي استجد أن حتى يعني إذا أجاز لنا التعبير الحاضنة الشعبية للأحزاب الطائفية الآن هي بدأت تلعن رموز هذه العملية السياسية وتحاول أن تتأمل بتغيير الحالة، ولكن عندما يجدون الطرق مسدودة فهو الآن يوجد ترويج وتثقيف بين كل أبناء الشعب العراقي لعدم الاشتراك في هذه العملية الانتخابية. لكن مع ذلك الأمر المحزن في هذه المسألة والأمر يعني القنبلة الموقوتة التي وضعوها في قانون الانتخابات أنهم لم يحددوا الحد الأدنى من المشاركة الانتخابية لكي تكون العملية الانتخابية شرعية. بأي نسبة كانت يعني ستقر النتيجة؟
يعني أقصد لو حتى كانت المشاركة 1%، نعم ستعمل إيران على تشكيل من هذا حكومة. المشاركة الضئيلة تشكل الحكومة التي تريدها وتستمر في هذا المسلسل. إذن أنا أتوقع، يعني نعم عفوا، أتوقع تفضل. أن ما بعد الانتخابات ربما سيقوم الشعب العراقي بالثورة على هذه العملية الفاسدة برمتها. بل الآن وصل الأمر أن قادة سياسيين الآن يطالبون المجتمع الدولي بإلغاء هذه العملية السياسية وإعادة بناء عملية سياسية جديدة على مبدأ المواطنة. نعم هذا ما صرح به هورامي اللي هو مستشار رئيس حزب الديمقراطي الكردستاني، الذي قال أن هذه العملية يجب أن يعني يعاد بناها على أساس غير الأساس الذي تمضي عليه حاليا. أشكرك شكرا جزيلا. هاتفيا من إسطنبول سيد نظير النداوي المحلل السياسي.